كنيستنا غنية ومن أغنى كنوز الكنيسة الليترجية. أبائنا القديسين يعني زي ما يكون صبوا عصارة فكرهم الروحي وخبرتهم في صياغة الصلوات الليترجية. النهاردة لما في شباب بيألفوا ترانيم بتلاقي شاب أساسا يعني مش عارف يعني هو من فين بالضبط، وقاعد ساعة عصاري وشرب كوباية قهوة تقيلة وراح كتب لنا ايه ترنيمة جميلة مفيهاش اي عمق روحي ولا لاتورجي ولا لاهوتي ولا معرفي، اي حاجات كلها عواطفية وحبة مزيكا كويسين فبتنتشر. الترانيم دي السطحية دي بتسطح فكر الناس، مفيش عمق يعني. طبعا مش بنحاربها يعني، حاجة بتعدي، لكن بالمقارنة بالليتورجية بتاعتنا فرق كبير جدا. حتى بصراحة برضو حتى في الليتورجية بتاعتنا هتلاقي الحاجات القديمة أفخم بكتير جدا من الإضافات اللي حصلت في عصور حديثة، صح؟ يعني على سبيل المثال احنا بنسهر دلوقتي في سهرات كيان، برضو الحاجات اللي أضيفت في عصور حديثة تلاقيها ضعيفة شوية في اللغة في الفكر في العقيدة، بيعتمد على حبة سجع واخدت البعد الشعبي، يعني ما تقدرش تلغيها لان الناس بتحبها تفرح بيها. لكن الحاجة بقى اللي هي اصيلة فيها بقى الفكر اللاهوتي والحاجات كده عميقة بتاعت الاباء.